وقد طلب سليمان عليه السلام من ربه أن يجعله يطعم المخلوقات كلها في يوم واحد، فأمر سليمان بتجهيزات الطعام لكل المخلوقات. فكانت السفر ممتدة مسيرة شهور، وكانت المخلوقات 1000 أمة، 400 في البر، وفي البحر 600 أمة. فاختار سليمان ضيوف البحر للوليمة، فخرجت سمكة ضخمة من البحر كل الطعام، فخرجت سمكة البر فلم تجد طعاما، فأكلت السمكة التي التهمت كل الطعام، فسجد سليمان لله اعترافا بقدرته في رزق مخلوقاته. ومما يؤثر في قصة نبينا سليمان أنه كان بحاراً، وأنه وصل إلى أماكن بعيدة في البحر المتوسط، وكان أميره عليه السلام والمسيطر عليه. سليمان عليه السلام يحب البحر، فهل سنبني حضارتنا في البحار؟ ربما، فإن الله قد من على نبينا ما لم يهبه لغيره، فها هي الجن تعمل التماثيل والمحاريب. أعظم هيكل سليمان يا أزدي. نعم، لقد بنته الجن حيث أمرها سليمان، وسخرها له رب العالمين. ما هذا الهيكل يا بنيامين؟ لا أدري يا هشام، لقد بناه سليمان ليتعبد فيه الناس. علينا أن نشيع في الناس أن سليمان يسخر الجن بسحره حتى يخاف القوم منه. الناس تدخل الهيكل لتتعبد يا هشام، فماذا نفعل؟ لنجتمع عند قيساء في ظلام الليل لنتدبر أمرنا. يا لك من ضال مضل، سوف تفسد على بني إسرائيل دينها. يا إلهي، يا رب العالمين، يا من بعثت سليمان بالحق نبيا وأيدته بالمعجزات، أتشوق لأن أدخل هيكلا أتعبد فيه.
هل أعددت لي الطعام يا ساجية؟ ماذا؟ أتبكين يا ساجية؟ أعددت لك طعامك وشرابك وسأذهب للنوم، فأنا متعبة. لا أدري ما وراءك يا ساجية، لا أدري. ندعو اليوم يجتمع فيه الناس ونخبرهم بحقيقة سليمان. أنا معك يا قيساء على أن يكون أتباعنا منتشرون في كل مكان لينشروا حوله الشائعات. إذن لابد من أخذ رأي هشام. لا أدري لماذا تأخر. سأظل عدواً لسليمان حتى يترك ملك بني إسرائيل، وكل عدو له هو حبيب لي، وكل حبيب لسليمان عدو لي. هل انتهى الأمر بتولي بلقيس عرش سبأ وأصبحت أنا عروة من رعايا بلقيس؟ علينا أن نقف في وجهها، فلا تستطيع أن تقيم ملكا بغيرنا. وماذا لو قاومت؟ لابد أن نأخذ حذرنا. ماذا تقصد؟ اصمت، فأنا لها. نعم أنا لها. هل سيستتب الحكم للملكة يا حضرة منذر؟ عروة يا عنبر، عروة. لا يستطيع أن يجبر الناس على ترك بلقيس وعدائها. لديه النفوذ والمال والتجارة وأصدقاء في كل الممالك المجاورة، يستطيع أن يجعلهم أعداء للملكة. المملكة تدخل في مرحلة خطيرة يا منذر. منذر، هل بك شيء؟ لا، ولكني أعتقد أن الحرب قد بدأت. ماذا يا منذر؟ اقرأ يا عنبر. المرة القادمة في قلبك يا منذر. من فعل هذا بك؟ ألم أقل لك إننا مقبلون على أيام صعبة؟ لا تحزن يا هادي، لا تحزن. أخوك الأصغر سراج يتأثر بك. لقد مات الملك يا أمي، وكان يساعدنا على العيش. لا تحزن يا ولدي، سنحاول الوصول إلى الملكة لتعلم بظروفنا. ولماذا نحن فقراء نشتكي حالنا لأثرياء القوم؟ لماذا لا نكون أغنياء مثلهم؟ يا سراج، لكل رزقه، تهابه الشمس إياه. كل أطفال المملكة سعداء ما عدا أنا وأخي هادي. لا تبكي يا أخي، لا تبكي. لابد أن نصل إلى الملكة.